بيكم وحلقة جديدة من برنامج عملوها ازاي. معاكم احمد الجهري، وهنتكلم النهاردة عن استاذ الاجيال، عبقري توسعة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، المهندس المصري الدكتور محمد كمال اسماعيل. وهنعرف مع بعض ازاي صمم واشرف على مشروع توسعة الحرم المكي لغاية ما خرج بالشكل الحالي البديع، وكمان صمم الحرم النبوي بمأذنته البيضة وتصميمه الفريد بكل أناقته وجماله وروحانيته. تعالوا نعرف أصل الحكاية من أولها مع برنامجنا عملوها إزاي. للمهندس إسماعيل كمال فلسفة خاصة في مشروعه، وهي حج مريح للحجاج تستخدم فيها كل أساليب الراحة وتستشعر فيه عظمة العمارة الإسلامية في منظر يسحر العين ويشرح القلب بالروحانيات. الدكتور محمد كمال إسماعيل أول مهندس قام على تخطيط وتنفيذ توسعة الحرمين، أكبر توسعة للحرمين في تاريخ الإسلام، وعلى امتداد 14 قرن. رفض الحصول على الملايين مقابل التصميم الهندسي والإشراف المعماري، رغم محاولات الملك فهد وشركة بن لادن. لما حاول المهندس بكر بن لادن أنه يديله شيك بالملايين، رد قائلا: أخد مال على الحرمين الشريفين وين أودي وجهي من ربنا. وزي ما حكى الكاتب الصحفي صلاح منتصر في واحد من أعمدته المنشورة بالأهرام عام 2006 عن الدكتور كمال إسماعيل: كل حاجة ومعتمر وزائل للحرمين الشريفين. بيذكر الدكتور محمد كمال إسماعيل بالخير والامتنان والتقدير للتوسعات الكبيرة التي أحدثها بالحرمين الشريفين. فالحرم النبوي زادت مساحته بمعدل زيادة 7 أضعاف، من 14,000 متر إلى 104,000 متر مربع، والحرم المكي من 265,000 متر ل 315,000 متر مربع. وهي التوسعات اللي أشرف عليها بكل ما تضمنته من مشروعات التوسعة والمظلات والتكييفات والجراج اللي بيسعى ل 5,000 سيارة تحت الأرض، كما أنه أول من وضع الرخام الأبيض لتغطية أرض الحرمين اللي ما بيتأثرش بالبرودة ولا الحرارة. وبلغ إجمالي تكلفة الأعمال 18 مليار دولار. وبيزيد صلاح منتصر في مقاله: أخبرني الدكتور كمال إسماعيل بنفسه إن العمود الذي يحمل المظلة عبارة عن عمود من الحديد المفرغ من الداخل ومغطى بالرخام من الخارج، وحينما تفتح المظلة الواحدة أوتوماتيكيا بتغطي مساحة 24 متر. أما الدكتور أحمد نوار فبيشير في مقال نشره في أخبار اليوم بعنوان العبقري المنسي قائلا بخصوص التوسعة الثانية للحرم المكي: أفادني المعماري المصري محمد كمال إسماعيل بأنه وضع في الاعتبار أثناء التصميم مراعاة تطوير العمارة الإسلامية وتصميم زغارف وتقسيمات الأسقف، كما وضع حلول علمية لإمكانية تكييف الحيز الفراغي للتوسعة اللي بتبلغ 90,000 متر مربع واللي نفذ بقوة 154,000 طن، وهو أعلى معدل لتكييف حيز فراغي في العالم. الدكتور محمد كمال إسماعيل ولد في محافظة الدهلية في مدينة ميت غمر، أول مهندس مصري في تاريخ مصر. قدم للمكتبة العربية والعالمية موسوعة مساجد مصر في 4 مجلدات عرض فيها لتصميمات المساجد المصرية وطرازها وسماتها المعمارية اللي بتعبر كل منها عن مرحلة من مراحل الحضارة الإسلامية. طبعت تلك الموسوعة فيما بعد في أوروبا ونفدت، ما بقاش منها أي نسخ غير في المكتبات الكبرى، وكانت الموسوعة سبب في حصوله على رتبة البكوية من الملك فاروق تقديرا لجهوده العلمية في تقديمها. كان أصغر من حصل على الثانوية في تاريخ مصر، وأصغر من دخل مدرسة الهندسة الملكية الأولى، وأصغر من تخرج فيها، وأصغر من تم ابتعاثه إلى أوروبا للحصول على شهادة الدكتوراه في العمارة، كما كان أول مهندس مصري بيحل محل المهندسين الأجانب في مصر، وكان برضو أصغر من حصل على وشاح النيل ورتبة البكوية من الملك. وتكررت متلازمة الأول والأصغر في مطاردتها للمهندس محمد كمال، كما جرى من استغناء مصلحة المباني الأميرية التابعة لوزارة الأشغال عن مجموعة المهندسين الفرنسيين والإنجليز اللي بيتولوا مسؤولية الأعمال المعمارية بيها، وتم الاكتفاء بالمهندس محمد كمال ليتولى مسؤولية قسم العمارة والتصميمات كأول مصري بيتقلد المنصب ده. واستمر عمله بالمصلحة لغاية ما بلغ درجة مدير عام.
كان المهندس الفذ صاحب تصميمات استثنائية زي مسجد المرسي أبو العباس بالأسكندرية ودار القضاء العالي ومصلحة التليفونات، وكمان كان الرجل وراء تصميم مجمع التحرير عام 1951. أدرك الملك فهد ابن عبد العزيز قيمة المعماري المصري الموهوب، فاستدعاه عام 1953 وأوكل إليه مهمة إعداد التصميمات الخاصة بمشروع توسيع الحرم النبوي الشريف والإشراف على عمليات التنفيذ، وكانت أكبر عملية توسيع للحرم منذ قرون عديدة. وبعد 5 سنين أسند إليها عملية أخرى وهي توسيع الحرم المكي الشريف على مساحة 20,000 متر مربع على دورين وجزء من طابق الخدمات الموجود تحت الأرض، ثم كان تكليفه بمشروع توسيع البقيع. صمم المهندس إسماعيل كمال توسيع عام 1982 وكان عمره وقتها 75 سنة. السن لم يكن يعني شيئا أمام شغفه ونشاطه وحبه لعمله. لم يتزوج إلا في سن 44 وأنجب ابنا واحدا فقط، ثم رحلت زوجته وعاش وحيدا متفرغا للعبادة حتى وفاته المنية. مع نهاية الحلقة، رحمة الله عليه المهندس العبقري اللي دايما بنفتخر به ونتذكره مع اقتراب موسم الحج، كل عام وأنتم بخير وحج مبرور وذنب مغفور.